أهلا يا أهلا، رجعنا لكم بوصفة مرة لذيذة. أكيد اشتقتوا للحلا والحلويات. بسوي معاكم اليوم وصفة خيال، كيكة تفاح. ومين ما يحب كيكة التفاح؟ أنا بالنسبة لي مرة أعشقها. بتحبونها، وصفة لذيذة 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 من الآخر، وكيكة هشة هشة هشة. وبطل وصفتنا اليوم راح نستخدم الطحين الأولى، سبق وكلمتكم عنه وجربناه في المعجنات، اليوم راح نستخدمه في الكيك. طحين فاخر لجميع الاستعمالات. بتشوفون قديش الكيكة راح تطلع معانا مرة هشة. وصفتي زي ما انتم شايفين قدامكم متوفرة في كل بيت، ما يحتاج انك تحوسين ما تحوسين، متوفرة في كل مكان. وصفتنا اليوم يا جماعة التفاح الأخضر، أحلى وألذ من التفاح الأحمر. بس لو ما عندك إلا أحمر عادي، بس غالبا في الكيكات أنا أفضل استخدام الأخضر، حموضته حلوة. فراح الآن نقشره ونبشره. قلت كوبين وربع، لا كوبين ونص بنات. طبعا سبق يعني شفتون في رمضان كثير تسألوني كنتوا عن طحين كويس، وكنت كثير أنصحكم فيه، مش لأن ترى إعلان يا بنات، لأنه فعلا فعلا من جد كويس. المعجنات فيه مرة رهيبة. الحين بتشوفون معاي كيف الطحين، عفوا الكيك فيه بيطلع مرة خرافي. تقدرون تسوون فيه التارت والمعمول، الأشياء هذه كلها نتيجته مرة 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 حلوة. البنات راح نكسر البيض، راح أضيف عليه البن اللبنات، وهم راح أضيف السكر، ونخلط تقريبا حوالي 5 دقائق لحد ما ينفش الخليط ويبيض. هنا بنات راح احط التفاح بشرته، راح اضيف عليه السكر البني، نضيف عليه قرفه، وفي جوزة الطيب انا حاطه ايضا شوي، تقريبا حوالي ربع ملعقه حطها كنت تحت، وبحط عليه البيكان او عين الجمل اختياري اذا انتم تحبونه. بخلط هذه المكونات كلها مع بعض لين تتجانس، ونتركها على جنب. المرحلة بنات راح نضيف، بعد ما تقريبا اخذ حوالي 5 دقائق، راح اضيف الزيت، وراح اضيف الحليب، عفوا، وراح اضيف ايضا الزبادي، ونخلط. هذه المرحلة بنات المواد الجافة كلها راح ننخلها، ضروري تنخلون الدقيق عشان تحصلين على كيكة هشة. راح أضيف طبعا هنا بيكربونات الصوديوم والملح، وعندي هنا شوية قرفة مو كثير، وعندي البيكنج باودر. هذه الأشياء كلها راح ننخلها. طبعا الدقيق المستخدم اليوم في وصفتي هو الطحين الاولى. مش تقولون ايش الطحين يا حصه، هذا اني علمتكم. هنا بنات يكون بخفه عشان ما نطلع الهواء اللي دخلناه، فنخلط بخفه او بالسباتولا. بس تمتزج اوقف. عندي قالب الكيك، اختاري القالب اللي تفضينه، الشكل المفضل عندك. راح نحط فيه جزء من مزيج الكيك، نصب فيه جزء من الخليط، النص تقريبا. راح اضيف عليه جزء من خليط او نص خليط التفاح اللي انا سويته. شوف اذا انت حابة تخلطين التفاح مع الكيك براحتك، انا بحطه على مرحلتين، بتشوفون معي الحين شلون باستخدام عود كذا، بس بحاول اني ارتبه بهذا الشكل. لو اختلط شيء بسيط عادي. الآن بحط الجزء الثاني من الخليط، خليني أحطه وأرجع. بعد ما حطينا الكيك راح أحط باقي
خليط التفاح وهم بحوسة. هنا بهذا الشكل بحوسة، بحط عليه اختياري، اختياري تحطين لوز، مع ان احنا راح نقلبه بس حلو طعم اللوز يكون فيه. بحط كذا شرايح لوز، حتى لو قطعتي القطعة وخليتيها مقلوبة يطلع منظرها مرة حلو. اختياري اضافة اللوز اللي راح احطه الحين، زي ما قلت لكم اختياري اضافة شرايح اللوز تعطيه نتيجة مرة حلوة. اختياري اختياري، ما ودك لا تحطين لانها اصلا بتكون في القاع تحت، بس لو قلبتيها يعني قطعتيها وخليتيها كذا بشكل نايم بيطلع منظرها حلو يعني شرايح اللوز. شغلت الفرن، انا اول بديت اشتغل شغلت الفرن على حرارة 180 من الاسفل فقط بنات، فقط من الاسفل، هو اصلا لما يحمى وكل شيء بيتحمر لك من فوق. هذه نوع من القوالب تاخذها حول 40 45 دقيقة 50 دقيقة، تاخذ لها تقريبا هالحدود. ممكن تسوين لها جليز او ممكن ترشينها بسكر بودرة، انت براحتك. خلينا الحين ندخلها الفرن ونرجع لها بعدين. ما شاء الله تبارك الله ريحتها، والله ابل صراحة شرها عليهم، ما حطوا لا خاصية شم ولا تذوق، يعني ريحتها لو توصلكم شيء في المخ كذا 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 في المخ. ما ودي اقلبها، ما ودي اقلبها، هذا بيكون تحت، بس لما تقطعين قطعة وتحطينها كذا على جنب بيطلع منظرها مرة حلو. ما ودي اقلبها طبعا، مستناها تبرد، انا ما بستناها تبرد، نقلبها بس تبرد بعدين نقطعها. تحطين عليها ممكن جليز، ممكن تحطين عليها سكر بودرة، انا بحط سكر بودرة وكراميل وقت التقديم الكراميل. حطي عليها اللي ودك او جليز او اللي انت حابته، تتجنن وتشوق، مرة متحمسة. ما شاء الله تبارك الله ولا غلطة، خليها تبرد تماما، لان لو حطيت عليها السكر البودرة الان راح تمتص لانها حارة وبيذوب. نخليها تبرد تماما، وكيكتنا اللطيفة الجميلة راح احط عليها سكر بودرة، تقدرين تحطين عليها جليز، حط سكر بودرة. اهم فقرة نقطع كيكتنا، تشوفونها كيف ما شاء الله تبارك الله بتكون مرة هشة. واضح لكم هشاشة الكيكة والريحة، هالريحة يا جماعة شيء قاتل، ما شاء الله تبارك الله هشاشة الكيكة مو عادية، أبيكم تشوفونها معاي. طبعا حطيت عليها شوية كراميل، هذا لما أقولك تحطينها بالصحن يبين اللوز زي كذا. شوفوا معاي هشاشة الكيكة، شايفين حصة التذوق. أنا أموت في كيك التفاح، أحبه خاصة كيك اللي أنا أسويه صراحة، يعني مش يعني أنا أسويه بس أنا أحبه، يعني كذا مع كرة آيس كريم والكيكة دافية والكراميل دافي، لا يوقف لا يوقف، والله بتدعون لي عليها. شوفوا هشاشة الكيكة لذيذة لا تقاوم.